كل ما اقول لحد باريزه فكه يبص لي ويتنح، هو ايه اصله ده؟ كاني بتكلم لويندي ولا اوغندي. يا اخويا مالك متلبش كده ليه؟ ما تفك حبه. اصل الحته دي مقطوعه وانا خايف حد يثبتنا. ويا اخويا لما بتخاف كنت بتلغي ليه ان شاء الله؟ ولا تخدش باخدني. يا لهوي مين ده؟ امنيات على الفرقه بقى في المفاجاه دي. حلو يا ولاد الكلب، انت كنت بتفاجئني حفله ولا ايه؟ حفله اطلع بسرعه يا جدعان. عسل ايه ده؟ حد انت هتفضلي حتة لحمة مرمية لكلاب السكك اللي ما بتشبعش. وانت هتبقي البانة ببق كل عيل ياخد منها حلاوتها وتفها تحت رجليه. لحد امتى الدنيا هتفضل تفك فيكي؟ الله الله، مالك يا غزال؟ غزال اتكسر ومال ولا ايه؟ بس كده يا رحمك. لسه احرق دوائي. معلش معلش، انا جايب لك لقمة ايه بقى تقوم بيها عضل. بطلي بقى جو النكد والعياط ده. حبة لحمة راس مربطوني يا خلوص. معلش، كلاب السكك ياما، وبعدين برزرز اللي نفسه في العسل يستحمل قرص نحله بقى ولا ايه؟ ولا حتى اخدوا ما شاء الله اللي كانت في رقبتي. خدوا ما شاء الله؟ مش هيتهنوا بيها، الحرام ما بيدومش. اساليني انا. بقول لك ايه، ارزعينا بقى اتنين ابو نعناع كده يساعدونا في هضم الاكله دي. يلا. انا مش نازله شغل تاني. صح، عندك حق ومليون صح، بس الجمله دي ناقصها كماله. كماله؟ اه. كماله ايه؟ هقول لك انا بقى يا اختي، انت مش نازله شغل تاني لوحدك ورجلي على رجلك. يا اخويا ما تكتب فيها ثواب وتشغلني في اي بيت من البيوت. شغل البيوت انضف واحسن، اهم اربع حيطان يلموا لحمي من كلاب السكك الشمامه. يا غايبه غايبه والله. الشقه اللي بتتكلمي عليها دي الحكومه معاها مفاتيحها، اول ما بيتزنقوا يفتحوا ويقشلوا فيها ويعملوا الليله. انما شغل السريحه بتاعنا ده صلاه النبي، ده اعمال حره بصحيح. ولا تبقي مجبوره المعلمه ولا تبقي تحت عين حكومه. ما ترزعينا بقى ابو نعناع. ما تيجي ناكل لحمه الراس قبل ما تبر. انا بقول كده برضه. دون نورك بيستعجلك بره. ما تخلصي يا غندوره، فاكره نفسك في الكوافير. حالا يا روح الروح. بسرعه استنيكي بره انا. ها تعوقيش عينيا. مش حاسس انا عليا دي. بقول لك ايه، يلا معايا. يلا يا اختي، يلا يا اختي. استنى البس النضاره. يلا يلا ماشي يا سنيوره. كده كده اهو. Thank you.
يخرب بيتك صاروخ، ما تقربي مني شويه. عندك فرم يا نن عيني لحد هنا واللمبه الحمراء تنور. يا بنت انا اللي جبت تنورت لحد اما شاطط. يبقى سقسق روحك بازازه ميه وانت تبرد. بقولك ايه، لما تدور وخلي ايدك جنبك لو لازمينك. ليه بقى الجو ده؟ ما احنا كنا حلوين مع بعض. الحلوه بتاكل يا حبيبي، انما انا لا. هديك اللي انت عايزاه. ما باكلش من الكلام ده، احنا نتفق ونعربن. خد يا اختي عربن. مرضية؟ كده بقى يبقى عندك العيب وأزح. طب يلا بقى الحق. هو طلبون زيلي يا بنت. انا ما عملتش حاجة. زيلي زيلي يا رحمي زيلي. كم البنت دي قاعدة عندك على المكنة يا يالا؟ فين يالا؟ انت مين ياد وعايز ايه؟ ده بيقول ياه. تعالى يا ده يالا. ايه يا عم؟ احنا شرطة المصنفات. قال لي بياض الواد ده ما خليش فيه فارغ يالا. يا عم فارغ ايه؟ انت بتتكلم ازازه؟ عايز فلوس خد فلوس وسيبني امشي. صح كده؟ خد فلوس. احنا ناخد الفلوس وتخليك بولايت في الكلام كده. بولايت؟ بقول لك ايه؟ دو يو سبيك انجلش؟ ايه؟ انجلش. ما ترد يا اخوي ولا شاطر بس تتشاطر عليا انا. ما خدتهاش دي. ايه لا القميص ده؟ كله لا القميص. القميص لا. ولا ما تخلص يالا. القميص اهو. حاضر. بسرعه. حاضر. ايه؟ حاضر. حاضر يا نجم. حاضر يا نك. ايه وكمان البنطلون ده؟ لا كله البنطلون. ما عنديش انا اللون ده. يا العيا ده اقلع. حاضر حاضر حاضر. بسرعة تاخد الجهاز بالمرة. اقلع كله. حاضر يا حبيبي. شاطر يا حبيبي شاطر. خد يا نك. بسرعة. حاضر حاضر. ينيلك مع عسعس يا ليلة سود. انا عارف ظهر على طول يا وناشا. خفيف خفيف كده زي ما انت واقف قدامي. اغمض عيني افتحها ما لاقكش. افورك لو لقيت. حاضر اهو. حاضر. مين فات عرف شكلي؟ هروح ابلغ عني الحكومه. ما تتخديش قوي كده. اللي يعرف ابويا وابوكي يدور علينا. اركبي. ولا بقول لك. نعم يا ريس. هات المكنه حصلني اهو. حاضر يا ريس. بسرعه يالا. ربي يحب اهو. عامل لي فيها يا حبيبي. يا لا ده ولا بسرعه يالا. ايوه يا ريس. ورايا مرسال. مرسال من مين؟ ما هو ده يا قطة. جزاء اللي ما يوفيش بوعده مع نيازي. انت؟ ما هو ما ينفعش بنت مشمومة زيك مفرومة تحت جزم الحارة تتنطط على نيازي. تموتي مع راجل غلبان كده؟ اتصدر لك وقف انت انا غلط. هي دي آخرة العشرة والخدمة يا باشا؟ هما مش بيقولوا آخرة خدمة الغز علقة؟ أهانا بقى الغز. والبت دي اللي لادي خدامة الغز. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. الحق معلم. الحق معلم. معلم تاني. انا مؤاخذة بص. انا مؤاخذة بص. في هذا فلان كوات هابل. واحد افندي معاه شوية عيال منفوخة كدهون هجموا على بريزة في البدروم واخدين عم ايوب رهينة. نجوم وبريزة ورهينة في هذا الحرب قامت ولا ايه؟ مين العيال دي؟ ما اعرفش بص بس تقريبا من المنطقة النظيفة. نظيفة؟ مين قال ده؟ ده فلانكا. على طول ما اعرف يا معلم. انا اعرف اخبي عليك ليه؟ يا بدخل هات السلاح من جوه. حاضر يا بص. متعمر؟ متعمر. بقول لك ايه؟ روح هات لي رجاله والسلاح اللي طول ايدك بسرعه وتعالى. حاضر يا بص. لاين اعمل يا بص. اوعى اتاخر عليا انا رايح لوحدي. هوا يا بص. على فين يا فندم انت؟ هو انت فاكرها تكايه ولا حته طريه؟ دي منطقه رجاله يا زباله. الصوت اللي انا سامعه ده يا ولاد؟ ده ناموسه ملموم عليها شويه دربان يا معلم. غلط غلط يا خروزي كله. البت دي تخصني وما لعيش تصرخ خروج. اتدخلت ليه يا فلكان؟ اسمع يالا، اي حركه هجوميه هتلاقي نفسك لابس في حيطه سد. انا قلت لك البت اللي تخصاني. ماشي ماشي ماشي. مش لازمك كيف ولا مزه يا باشا.
هو مش برضو كده التصريح اتمضى؟ هو اتمضى بس لسه ما اتختمش. اختمه؟ ما هو في حاجه عشان يتختم. اطرش وهات من الاخر. بص يا ريس، البت دي اخرها تهزها زيتين، تطرق قاعده وتسلمها زي ما استلمتها. وعشان ما يحصلش بقى لبش ودق سجاط، محسوبك لازم يبقى افضل لها، يعني رجلي على رجلها. ياكل. ياكل. لا راجل يالا، عجبتني. هاتها وتعالى ورايا. يلا يلا يا امور. جرى يا فلانك، ايه اللي خلاك تجيب رجاله وتيجي؟ زي ما حضرتهم اصرفهم. خلينا نسمع كلام البص ونمشي. لا سمعت. تعال يا اختي. عندنا شغل. عندنا ايه يا بريزه في ايه؟ شغل. نلص نلص. فلانكات، خلي بالك من لعب ايوب ونايمه في فرشتي. تحت امرك يا ست الكل. يلا يا اختي بينا، يلا بينا. خلاص بقى يا بنت، في ايه؟ ما كانش مصلحه وتصالحت وراحت لحالها. سيبني يا خلوص، سيبني اعمل لقمه ليا وللراجل اللي طلع عينه من تحت راسك. انا كنت جاي اسوهم لك بالاسفلت لما عرفت الموضوع عافيه، لكن بالتراضي عادي كله شغل. دخلي بس يا اخويا نافش لي ريشك ولمم لي شويه عيال من الحاره وعامل لي فيها سيد الرجاله، واول ما شفت ورق البنك نوت قلبت مره رخيصه من الهشديه. لا ما لو كانت مره رخيصه ما كنتش خرجت زي ما دخلت من غير ما حد يلمسك. سيب ايدي. ما تهدرنا يا عم ايوب. باريزه هانم بتتكبر وتتنطط على اكل عيشها. اسمع كلامي يا ابني، وتلموا تحت سقف واحد تتاووا فيه بدل المرمطه بتاعت الشغلانه دي. ما تهدرناش انت يا عم ايوب، رايح انت وانا بنصحيك. اصل الكلام ما جاش على هواه يا عم ايوب. كل حي اضرب حاله يا بنتي. تعالى بنت، عايزك في حاجه. عايزك في كلمه كلوز كده. اطرش اطرش. خلص اللقمه دي وحصلينا على السايبر عشان نحيي الشغلانه الميته اللي هتنطرنا من الفقر اللي احنا فيه ده. ماشي ماشي ماشي. سلامة غزال. سلام يا عم ايوب. كل يا حبيبي كل. انا شنكر. اهلا اهلا حبيبي ابو الميادين. اهلا اخويا. خلصت المصلحة ولا لسه؟ طبعا. ثانية واحدة. تعالى يا بت باريزة. ايه؟ عالي. انت عارفة الحاجات دي يا بت ولا لا؟ طبعا ده كمبيوتر. اسمه ايه يا اختي؟ كمبيوتر. كمبيوتر اه؟ منك نستفيد. ليه يا اخويا؟ انت فاكرني مش مسقفة؟ لا مسقفة وزي الفل، ربنا يكرمك يا اختي. انت فين يا كليب عليوي؟ وشكلنا هنشوف باريزة على القريب العاجل على المولد والتت وصفي ناس كمان. طب ما تركز معايا يا روح امك. ماشي يا معلم. اشوف واحكم. تعالى يا باريزة. استنى بس يا ملغمة، استنى عدي عليا اخر النهار كل الدنيا. طب شد انت. شكلك هتتصيط يا بنت الهرمة. عقبال يا اخويا كده ما تتصيط زي يا ابن الحلال. يلا بينا. حلال. بقول لك ده راجل ما يسواش ثلاثة نكلة. معاك؟ مرمطنا في الحارة ودخل عليا البدرون وانا صلت ملط. بقول لك دول ناس فدنا خالص. بس الناس دي روحها في ايدينا يا باريزه، خدي بالك يعني. والهرمان اللي هم فيه ده كله واقف على عرضين كبريت، واحد سمعه والتاني صيف. احنا قافشين في واحد، لو عضوا معانا هنخليهم برجل واحده. ماشي يا اخويا، خليني وراك. يعني كان ابويا اللي مات برجل واحده. اتس اوكي يا برازرز. عارف يا اختي، مع ان انا ما بفهمش منك ولا كلمه، انما بحس بافتخار كده هوت وانت بتكلم اسمه ايه افرانجي. بالمناسبة دي بقى انا هصارحك بحاجة عمري ما قلتها لك قبل كده. بجد؟ ايه؟ قول. انطقها ابوس ايدك. هقول اهو. الانجليزي اللي انا بتكلمه بطلاقة ده كله انا ما اتعلمتش منه حاجة، ده خلقة ربنا مولود بيه. اه والله. هو ده اللي انت كنت هتقوله لي؟ اه. ده بس؟ مش حاجة تانية؟ لا 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 مش حاجة تانية. اديني الصبر يا رب. يا الصراحة دايما بتزعل كده ولا ايه؟